هدم قبة مستولدة محمد علي في منطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية، بالتأكيد عدى عليكم العنوان ده في الساعات اللي فاتت. الموضوع بدأ من مشاركة البعض على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لواحدة من القباب وهي مهدمة بشكل جزئي في منطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة. التعليقات معظمها كانت بأسف شديد عن الحالة اللي بيتم بيها التعامل مع المناطق التاريخية في القاهرة، وده على اعتبارها جزء من التراث التاريخي والثقافي لمصر. وقبة مستولدة محمد علي ليها قيمة معمارية وأثرية ما تتقدرش بثمن، وبغضب طالب معظم اللي شاركوا الصورة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هدم المقابر دي وحمايتها. وخلال جولة قامت بها المصري اليوم بمقابر الإمام الشافعي بشارع المقابر، تم اكتشاف هدم قبة مستولدة محمد علي بالكامل. وحسب كلام الأهالي في المنطقة المجاورة للمقابر، أكدوا إن القبة دي تم هدمها بدون علم أي حد من الأهالي، إما لتوسعة الطريق أو إنشاء أحد الكباري اللي هتربط المنطقة بمنطقة المقطم وتخدم المنطقة على حسب روايته. وبناء على الواقع ده، قدم النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل طلب إحاطة لوزير السياحة والآثار، بيسأل فيه عن أسباب هدم القبة وعن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية وضمان عدم تكرار الحوادث دي مع باقي المواقع والأماكن الأثرية في القاهرة. وقال إمام في طلب الإحاطة إن الحفاظ على المواقع الأثرية دي لازم جهود وتعاون بين الوزارات المختصة، خصوصا مع زيادة التحديات المتعلقة بالترميم والصيانة. الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار في تصريحات خاصة للمصري يوم قال إن تسجيل المباني التاريخية كمباني أثرية من وقت صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 واللي مر عليها 100 سنة، وعلى الرغم من القانون ده إلا إنه في مباني أثرية مر على تاريخ إنشائها أكتر من 100 سنة ومع ذلك بيتم هدمها بالفعل، وإن تسجيل المباني التاريخية كآثار من عدمه حسب اختصاصات الوزير المختص بناء على المادة الأولى والتانية، وتقدروا تقروا نص المادة الأولى والتانية في ديسكريبشن الفيديو تحت علشان تفهموا الموضوع أكتر. قبة مستولدة محمد علي باشا بيرجع تاريخها لصاحبها حليم باشا، وقيل إنها بتعود للأمير محمد عبد الحليم الابن الثاني لمحمد علي باشا، وفي أقاويل تانية بأنها قبة نام شاذقة دين، ودي واحدة من مستولدات محمد علي باشا أم الأمير محمد عبد الحليم، وتوفت بالقاهرة في 1286 هجريا و 1869 ميلادية، وتم دفنها بمدافن الأمير محمد عبد الحليم باشا بمقابر الإمام الشافعي.